فيلمنا بيبدأ مع ستيلا لحظة ولادتها وهي مولودة، وشكلها مختلف تماما عن أي بنت تانية بسبب شعرها المقسوم نصين، نص لونه أبيض ونص لونه أسود. وبيبدأ الناس إنهم يعملوها على إنها مختلفة عنهم وبيتجنبوها، وبتكبر ستيلا وبتبقى قاسية شوية في آرائها عموما حتى مع مامتها، علشان كده بتوجه مامتها كلامها لبنتها وبتقولها إن فيها شخصيتين ستيلا وكرويلا، وإن ستيلا هي الشخصية اللطيفة وكرويلا هي الشخصية الصعبة والقاسية. وبيجي وقت تدخلها للمدرسة وبتحاول والدتها إنها تخليها هادية مع زمايلها وتبقى دايما ستيلا بس، ولكن بتبقى شبه المغناطيس اللي بيجذب المشاكل، ومع كل مشكلة بتعملها في المدرسة بتاخد مخالفة في دفترها، وبتتعرف على صديقتها الأولى والوحيدة أنيتا، وبتلاقي كلب صغير وبتقرر تربيه وتسميه بادي، وبتفضل مشاكلها تزيد لانها ما بتقبلش ان اي حد يتنمر عليها، لحد ما بيقرر مدير المدرسه انه يرفدها من المدرسه. ولكن والدتها بتقول للمدير انها قررت تنقلها من المدرسه لان المدرسه غير مناسبه لقدرات بنتها وعبقريتها، وبما انها هتسحبها من المدرسه يبقى غير مسموح للمدير انه يكتب في ملفها انها اتطردت. وبتعمل والدتها كده عشان ما ياثرش طردها على قبولها في اي مدرسه ثانيه. وبتنتقل ستيلا ومامتها لندن، وفي خلال سفرهم بتضطر مامتها تقف في قصر هيلمان عشان تطلب مساعده من صديق قديم يساعدها في حياتها الجديدة في لندن. وبعد ما بيوصلوا القصر بتطلب مامة ستيلا منها ما تتحركش من العربية لحد ما ترجع لها تاني، وبتديها السلسلة بتاعتها قبل ما بتنزل، ولكن ستيلا ما بتقدرش تكتم فضولها وبتنزل من العربية، وبتقدر انها تدخل الحفلة الموجودة في القصر وهي مستخبية في عربية التورتة، وبتكون الحفلة عبارة عن عرض أزياء. وبتنبهر ستيلا بالفساتين والازياء اللي بتشوفها، لحد ما بادي الكلب بتاعها بيهرب من ايدها، وبتبدا كلاب الحراسه في مطاردتها هي وكلبها، وبيجروا وراها لحد ما بتشوف ستيلا مامتها وهي بتتكلم مع البارونه صاحبه القصر في البلكونه اللي على حرف الجبل. وبتجري ستيلا ناحيتها لحد ما بتقع في الجنينه، وبتلاقي ان الكلاب سابتها وجريت ناحيه مامتها وبيوقعها من على حرف السور، وبتكون ستيلا السبب في موت والدتها. وبتسمع ستيلا ان البارونه بتتهم مامتها وبتقول عليها انها كانت بتبتزها وبتطلب منها فلوس ثمن سكوتها، لحد ما الكلاب جت وهجمتها، وغالبا الكلاب كانت بتطرد حد تاني. وبترجع الكلاب تدور على ستيلا لكنها بتكون هربت من القصر، وسلسله مامتها بتكون وقعت منها في الجنينه، وبتفضل ستيلا في العربيه اللي هربت فيها لحد ما بتوصل لندن، وبتنام جنب النافوره اللي كانت بتتمنى انها تشوفها مع والدتها قبل ما تكون السبب في موتها. وبتصحى تاني يوم وبيكون قدامها طفلين شغالين حراميه، وهم هوراس وجاسبر وكلبهم وينك. وقبل ما تتعرف عليهم بتبدا الشرطه انها تطاردهم، وبتضطر انها تهرب معاهم بدل ما تدخل السجن، لحد ما بتدخل المخبأ بتاعهم وبينجحوا انهم يهربوا من الشرطه وبيتعرفوا على بعض. وبعد ما تكون ستيلا بتتمنى انها تبقى مصممه ازياء، بقت مجرد حراميه في العصابه بتاعت جاسبر، واول حاجه عملتها هي انها صبغت شعرها واخفت شخصيه كرويلا تماما من الوجود. وبتعدي 10 سنين وبتكبر ستيلا وبيكبر معاها هوراس وجاسبر، وبيبقوا احسن عصابه تسرق الناس، لدرجة انهم بيكونوا مدربين كلبهم وينكا عشان يساعدهم في نجاح السرقات اللي بيعملوها. وبتكون ستيلا هي المسؤولة عن عمل الازياء التنكرية اللي بيستخدموها في السرقات علشان ما يتكشفوش. وبالرغم من نجاحهم في العمليات اللي بيعملوها الا ان ستيلا دايما كانت حاسة ان في حاجات اهم نفسها تعملها في حياتها. وبتفضل ستيلا شايفة حواليها في كل حتة اعلانات عن دار البارونة للازياء وعن مجموعة الازياء الشتوية الجديدة بتاعتها، لحد ما في يوم بيجيب لها جاسبر هدية عيد ميلادها، وبتكون قاعدة توظيف قدر يجيبه بطريقة ما في محل ليبرتي للازياء الخاص بالبارونة، وبتحتفل بهديتها على النافوره، وبتحكي لمامتها انها اخيرا جالها فرصه لتحقيق حلمها، وبتروح للمحل وبتستلم وظيفتها الجديده واللي بتكون عامله نظافه بسيطه، لكنها بتحاول انها تقترح على مديرها افكارها وانه ممكن يستفيد من افكارها في تصميم الملابس، ولكنه بيستمر في تجاهلها لانها عامله نظافه مش اكتر. وبسبب زنها وقله اتباع التعليمات بيعاقبها مديرها انها تنظف كل المكتب بتاعه بعد ساعات العمل الرسميه. وبتفضل قاعده لوحدها في المحل بعد ما كله مشي، وبتطلع ازازه الويسكي من دولاب مديرها وبتشربها وهي بتتمشى في كل المحل، لحد ما بتروح لمانيكان في الواجهه الرئيسيه للمحل وبيكون الفستان معروض بطريقه مش بتعجبها، وبتقرر انها تعدل المانيكان والواجهه كلها على مزاجها، لحد ما بتنام وبتصحى تاني يوم وبيكون كل الناس اللي في الشارع بيتفرجوا على طريقه عرض الفستان. وبيصحيها مديرها وبيطلبها فورا في مكتبه، وقبل ما ياخدها لمكتبه بتكون البارونه بنفسها وصلت المحل في زياره مفاجاه، وبتشوف الواجهه بتاعت المحل وبتطلب فورا العمل كده في المانيكان. وبيتكلم المدير ان ستيلا هي المسؤوله عن كل اللي حصل لكنه طردها خلاص من المحل، فبتطلب البارونه من المساعد بتاعها ويدي لستيلا كارت خاص بيها ويقول لها انهم مستنيينها الساعه 5 في العنوان الموجود في الكارت وانه تم توظيفها. وبتأمرهم البارونه انهم يسيبوا ستيلا، وبتهرب ستيلا بره المحل. وبتتجهز وبتروح في الميعاد وبتشوف البارونه وهي بتقرا الخبر المكتوب عن اخر عرض ليها وانه حقق نجاح كبير جدا وان البارونه فعلا عبقريه، وبتقول لهم يجهزوا للعرض الجديد. وبيطلب من ستيلا انها تصمم اي زي جديد حالا تشوفه البارونه، وبتبدا ستيلا انها تتحرك في المكان لحد ما بيجي الوقت اللي بتشوف فيه البارونه كل المصممين وازيائهم وبتقيمهم، وبتعترض
البارون على كل الازياء اللي قدامهم لحد ما بتوصل قدام تصميم ستيلا وبيبان انه جذب انتباهها، وبتطلع الموس بتاعها وبتعدل فيه قدام ستيلا، وبتفرح ستيلا ان تصميمها عجب البارونه، وبتتمشى في الشارع وبتشوف ان في فستان جذبها في محل بسيط، وبتدخله وبتتعرف على صاحب المحل اللي اسمه ارتي، وبتقوله انهم هيبقوا اصحاب الفتره الجايه، وبتسيبه وبتطلع على شغلها، وبتاخدها البارونه لاسرها وبتشوف ستيلا الخزنه بتاعتها وطريقه فتحها ومفتاح ابطال جهاز الانذار والليزر، وبيكون المفتاح متشال مع حارس واحد بس، وبتأمرها البارونه تصمم فستان على بال ما تغير هدومها، وبتوريها ستيلا التصميم اللي رسمته، وبتقول لها البارونه انت ممكن تبقي حاجه كبيره قدام، وبتفرح ستيلا جدا بكلامها وبتروح النافوره عشان تحكي اللي حصل لمامتها، وبتبدا ستيلا تعدل على التصميمات مع البارونه لحد ما في يوم بتشوف السلسله بتاعت مامتها لابسها البارونه، وبتسال على اصلها، وبتقول لها البارونه ان السلسله دي كانت بتاعتها من زمان لحد ما الخدامه بتاعتها سرقتها منها، لكنها كانت غبيه انها ترجع بيتها تاني، وساعتها وقعت من على حرف الجبل وماتت، وكانت راجعه تبتزها لكن الموضوع انتهى بموتها. وبيدخل عليهم روجر المحامي بتاع البارونه عشان يفكرها ان عندهم اجتماع مهم، وبتشوفها ستيلا وهي بتقلع السلسله من رقبتها وبتشيلها في علبه معجون الحارس بتاعها، ويبقى نفس الشخص اللي كانت والدتها بتتكلم معاه في القصر يوم وفاتها، وبتروح ستيلا النافوره بتاعتها وبتفضل قاعده هناك لحد ما بتلاقي جاسبر وهورس جايين لها لانهم عارفين انها دايما بتقعد عند النافوره، وبتقولهم ان البارونه هي اللي كانت بتكلمها والدتها يوم موتها، وانها ما كانتش تعرف انها كانت في حفله تبع البارونه نفسها، ده غير انها اتهمت امها بالحراميه وقررت ترجع السلسله بتاعت مامتها ليها تاني. وبيبداوا انهم يحطوا خطه سرقه السلسله من البارونه يوم حفله اسمها حفله الابيض والاسود اللي هتتعمل في بيت البارونه، واول خطوه هي ان ستيلا تعرف كل الاجراءات الامنيه واماكن الكاميرات خلال فتره نوم البارونه واللي بتكون 9 دقايق واماكن نشر الحراس. الخطوه الثانيه هي تعطيل النظام الامني وسرقه السلسله من خزنتها، ولازم مصدر الهاء عشان ستيلا تقدر تسرق مفتاح الخزنه من الحارس، وافضل مصدر الهاء للبارونه هي انها تلاقي حد لابس احسن واشيك منها، علشان كده ستيلا هي اللي هتبقى مصدر الالهاء نفسه. لكن جاسبر بيحذرها انها لو ظهرت في القصر اجمل من البارونه ساعتها هتخسر وظيفه احلامها مع البارونه، وبعد تفكير بتقرر ستيلا انها مش هي اللي هتروح الحفله، انما هتخلي كرويلا هي اللي هتظهر في الحفله، وتفضل ستيلا شغاله مع البارونه بدون ما تتفضح، وبيبداوا في تنفيذ خطتهم. وبيدخل جاسبر من خلال المجاري لقط النظام الابني عشان يعطله، وبيقدر هورس انه يدخل الحفله على انه عامل في شركه اباده حشرات. وبتدخل كرويلا الحفله وهي لابسه لبس يجذب الانتباه، وبمجرد ما بترمي على لبسها قط كبريت بيختفي وبيظهر تحته فستان يعتبر اجمل فستان في الحفله كلها، وبيكون في مصوره تبع جريده بتصور كرويلا، واول ما البارونه شافت ان حد لابس احسن منها في حفلتها بتؤمر حراسها انهم يطردوا كرويلا بره بيتها، وبتنجح كرويلا انها تسرق مفتاح الخزنه بتاعه البارونه وبترميه لهورس اللي مستنيها في الدور الثاني، وبيروح ناحية الخزنة بتاعت البارونة وبيفتحها لكنه ما بيلاقيش السلسلة جواها، وبيتقبض على هورس بسبب فشل جاسبر في ابطال الكاميرات. ولكن بدل ما البارونة تطرد كوريلا من الحفلة بتطلب منها انها تقعد معاها وبتسألها عن سبب دخولها لحفلتها، وبتفضل تتكلم معاها في اي حاجة عشان تجذب انتباهها ليها، لحد ما جاسبر يتصرف وبيتنكر في جرسون الحفلة وبيحط فران على الاكل اللي هيتقدم للبارونة، وبمجرد ما البارونة تشوف الفران بتصرخ وبتنتشر الفران في الحفلة، وبيهرب هورس من الحراس لكنه بيقع من الدور الثاني على التورته اللي في الحفلة، بتتكسر الاسطوانه اللي معاها وبينتشر الغاز في الحفله، وبتنجح كرويلا انها تسرق السلسله من رقبه البارونه وترميها للكلب بتاعها المستخبي تحت ترابيزه جوه الحفله، ولكن البارونه بتاخد بالها ان السلسله في بق الكلب وبيحاول يهرب بيها، فبتطلع صفاره وبتصفر بيها للكلاب بتوعها اللي هاجمت ام كرويلا زمان علشان يجروا ورا الكلب ويمسكوه. وبتفتكر كرويلا لحظه وفاه امها انها سمعت صوت الصفاره دي ساعه ما الكلاب كانوا بيطردوها، وبتتاكد انها مش سبب موت والدتها وان اللي قتلتها هي البارونه، اما صفرت وخلت كلابها يهجموا على امها ويرموها من فوق الجبل عشان تموت. وبتهرب كرويلا من الحفله وبتشوف ان كلبها بادي وقعت منه السلسله، وكلب تاني من كلاب البارونه مسكها لكنه غلط وبلعها، وبيكملوا كلهم هروب من البيت، وبتسرق كرويلا عربيه من العربيات الموجوده قدامها، وبتكون عصبيه لانها عرفت ان امها اتقتلت، وبتقرر تنتقم من البارونه. وبيجي تاني يوم بتشوف كرويلا صورتها في الجورنال، وبيكون تحت صورتها اسم الصحفيه والمصوره انيتا صديقتها من الطفوله، وبتحضر كرويلا نفسها وبتبلغ جاسبر وهورس انهم لازم يخطفوا الثلاث كلاب لان واحد منهم اكل السلسله، وبعد ما يجيبوهم ساعتها هتبلغهم بالخطه الجديده للقضاء على البارونه نهائيا، وبتسيبهم وبتطلع على مقر الجريده اللي شغاله فيها انيتا، وبتقابل انيتا وبتقول لها انها عايزه تنشر كل اخبارها عندها في الجورنان لانها ناويه تستقل بشغلها وتعمل فن جديد في عالم الازياء. وفي نفس الوقت بيكون جاسبر وهورس عرفوا الصالون اللي موجودين فيه كلاب البارونه، وبيدخل عليهم وينك وبيخليهم يجروا وراه لحد ما بيدخل العربيه بتاعت جاسبر وبيحبسوهم فيها وبيهربوا بيهم بعيد عن الصالون قبل ما حد يشوفهم، وبيروحوا بيهم المخبأ بتاعهم
وبيلاقي كرويلا جايه لهم ومعها ارتي صاحب محل الملابس علشان يساعدها في خطتها، وبتبدا انها تدي الاوامر لجاسبر وهورس، وطريقتها بتتغير معهم تماما كانهم شغالين عندها، وبتقول لهم ان شخصيه كرويلا كانت مستخبيه بقالها كتير وجي وقت انها تستلم القياده شويه بدل الساذجه ستيلا. وبتوصل كرويلا وهي بشخصيه ستيلا الشغل، وبتكون البارونه متعصبه بسبب ان حد شاركها الاخبار، وبتطلب من المصممين بتوعها تصميمات جديده لمجموعه الربيع، وبتبص لها ستيلا وهي بتفكر ازاي هتسلب منها شغلها ومركزها وثقتها كمان وتدمرها تماما. وبتبدا كرويلا انها تطارد البارونه في كل حفله تحضرها وبتغطي عليها، وبتكون انيتا موجوده في الحفله بتصور وبتكتب اللي بيحصل، وبتستمر كرويلا في اطلالتها العظيمه على حساب البارونه لدرجه انها في مره بتقدم نفسها فوق عربيه البارونه بعد ما بتحبسها جواها، وبتبقى كرويلا هي حديث الصحافه والمجلات، وبقت تسرق العروض والاضواء من البارونه بمنتهى السهوله بسبب ازياءها ودخلاتها الغريبه، زي ما في مره بتظهر وهي خارجه من عربيه قمامه ومن وسط كل التصاميم اللي اتقدمت للبارونه الا انها بتستقر على الفستان اللي ستيلا صممته، وبيكون هورس هو اللي بيوصل لشركه البارونه قطع الزخرفه الخاصه بفستان ستيلا، وبيتم تصميمه بطريقه تبهر اي حد يشوفها، وبيكون من ضمن الخطه ان جاسبر وهورس يقتحموا شركه التصميم، ويتعرف ان في عصابه حاولت تقتحم الشركه لكنها فشلت انها تسرق حاجه منها، وبالتالي هيتحط كل الفساتين في الخزنه الكبيره ويتقفل عليهم. وبيجي وقت العرض الكبير لتشكيله الربيع، واللي بتكون البارونه مخبيهم في الخزنه بتاعتها، وبتأمر البارونة جون المساعد بتاعها ان اول ما ستيلا تظهر يمسكها ويحبسها في اي مكان، لانها شكة ان ستيلا هي كرويلا، ولكن ستيلا ما بيجيش الحفلة، وبيحاولوا حراس الخزنة انهم يفتحوا الخزنة لكن ما بيقدروش بسبب ان في حاجة دخلت في الدايرة الكهربائية المسؤولة عن فتح باب الخزنة وبوظتها، وبتأمرهم انهم يفتحوا الباب باي شكل، واول ما بيفتحوه بيلاقوا حشرات كتير خرجت من الخزنة وطارت ناحية الضيوف وخلتهم يجروا برا الشركة، وبيكونوا جايين من فستان ستيلا اللي هي صممته وزخرفته بنفسها، لكن ستيلا بتكون زخرفته بيرقات حشرات حية، وبتكون الحشرات كانت مستنية باب الخزنة يتفتح عشان يطيروا برا الخزنة بعد ما بوظوا كل التشكيلة اللي كانت موجودة جوه. وبمجرد ما كل الضيوف بيهربوا برا الشركة بتاعت البارونة بيلاقوا حفلة كبيرة معمولة عند النافورة بتاعت ستيلا، وبتكون كرويلا هي المسؤولة عنها، وبتظهر كل العارضات اللي لابسين تصميمات كرويلا، ومعهم كرويلا لابسة تصميم فكرته جاية من جلد كلاب البارونة المخطوفين، لحد ما بتيجي الشرطة وبتنهي الحفلة، وبتاخد البارونة بالها ان في واحد في الجماهير هو نفس عامل التوصيل اللي جاب اليرقات لشركتها، ومن خلاله بتقدر انها توصل المستودع بتاعهم. وبتيجي كرويلا بتلاقي ان جاسبر وهورس متكتفين وحواليهم البارونه وحراسها واقفين مستنيينها، وبتقولها البارونه ان مستحيل حد ينتصر عليها وانها تولع بيها المكان بتاعها، وتقول ان المساعدين بتوعها هم السبب، وبكده تكون خلصت منها هي واللي معاها تماما. وفعلا بتولع البارونه في مكان كرويلا وبتسيبها وهي متكتفه في الكرسي بتاعها لحد ما بيغمى عليها من كتر الدخان، وبتكون شايفه ظل حد داخل من الشباك. وبيتم نشر اخبار موت كرويلا في الجرايد تاني يوم، لكنها بتفوق وبتلاقي نفسها نايمه في بيت جون اللي انقذها من الموت وسط النار، وبيقول لها انه لقى كمان السلسله بتاعتها وسط النار وبيديها لها، وبيقول لها ان السلسله جواها مفتاح صغير، وبتساله المفتاح ده بيفتح ايه، وبيقول لها جون انه بيفتح الصندوق اللي قدامها، وبتلاقي كرويلا جوه الصندوق شهاده ميلاد لبنت البارونه، وبتستغرب كرويلا ان البارونه ليها ابنه ومحدش عارف، وبيقول لها جون ان هي نفسها بنت البارونه، وبيحكي لها ويقول لها ان البارون كان رجل طيب جدا وكان بيتمنى طفله، بعكس البارونه اللي اتجننت لما عرفت انها حامل لانها شخصيه نرجسيه، وبمجرد ما ولدت بنتها كان جوزها في رحله عمل، وساعتها البارونه امرته انه يموت الطفله ويدفنها، ويتقال انها ماتت اثناء الولاده، لكنه ما قدرش انه يعمل حاجه زي كده، وكان من ضمن اللي شغالين في القصر ام ستيلا اللي خدتها وربتها معاها طول حياتها لحد ما حصل اللي حصل ووقعت من على الجبل وماتت. وبمجرد ما البارون عرف ان بنته ماتت اثناء الولاده مات من كتر حزنه عليها، واستولت البارون على كل حاجه، وبيقولها جون انها الوريثه الشرعيه لكل ثروه البارون، ومش بتصدق كرويلا اللي بتسمعه، وبتطلع من بيت جون وبتروح ناحيه النافوره، وبتفضل تتكلم مع مامتها انها بعد كل السنين دي طلعت بنت البارونه الشخصيه المريضه المختله دي، وبتاكد على مامتها انها مش هتبقى زي البارونه ولازم تصحح اللي حصل وتنقذ صحابها من السجن. وبيوصل للبارونه خبر انه بعد ما تم اطفاء المستودع بتاع كرويلا ما لقوش جثتها وما كانش لها اي اثر، وبتعرف البارونه ان كرويلا ممكن تكون لسه عايشه، وبيكون جاسبر وهورس زعلانين على موت صديقتهم وانهم ما قدروش يساعدوها، لحد ما بيسمعوا صوت كلاكس عربيه عالي، وبتكون عربيه قمامه وسايقاها كرويلا، وبتدخل بيها في باب القسم اللي هم محبوسين فيه، وبينزل وينك منها وبيدور عليهم وهو ماسك اداه لفتح باب الحبس بتاعهم، وبتهرب كرويلا من قدام القسم عشان تخلي كل الضباط يجروا وراها وتدي فرصه لاصحابها انهم يهربوا من القسم بعد ما يفتحوا باب الحبس بالاداه اللي مع وينك.
وبتدور على اصحابها وبتلاقيهم ماشيين في الشارع، لكنهم بيرفضوا انه يركبوا معاها لانهم متضايقين منها ومن طريقتها، لحد ما بتقولهم ان البارونة هي امها الحقيقيه، وبتاخدهم لبيت جون وبتشرح لهم كل اللي عرفته، وبتقولهم انها محتاجه مساعدتهم لانهم عائلتها الوحيده، وبيبداوا كلهم تنفيذ الخطه الجديده بتاعتهم، وبيساعدهم جون. وبتنتشر الاخبار ان الموضه بتنتهي من بعد وفاه كرويلا واخبارها، وان ملهاش بديل ولا حتى البارونة قادره تعوض خسارتها، وبيقدروا انهم يوصلوا لقائمه ضيوف حفله البارونة الخيريه، وبيوزعوا عليهم لبس وبيطلبوا منهم يلبسوا في الحفله، وبيجي ميعاد الحفله بتاعت البارونة وبتكون مجهزه نفسها كويس، وبتحذر الحراس ان كرويلا ممكن تظهر في اي وقت، وبتاخدوا الصفاره بتاعت الكلاب وبتخليها معاها. وبيبدا الضيوف انهم يوصلوا لكنهم بيكونوا نفس شكل كرويلا، وبيتم سحب كل الحراس بعد ما بيتم تبليغهم عن طريق مايك جون انهم يتوجهوا كلهم لقاعه المكتبه، وبمجرد دخولهم بيتقفل عليهم الباب وبيتحبسوا جوه. وبتطلع البارونة عشان ترحب بضيوفها، وبتتفاجئ ان كلهم شبه كرويلا، وبتقدر كرويلا انها تيجي من ورا البارونة وتسحب صفاره الكلاب من ايدها بمنتهى الهدوء، وبعدها بتروح الحمام وبتتحول من كرويلا لستيلا، وبتقف في نفس المكان اللي والدتها وقعت منه، وبتفضل تصفر بصفاره الكلاب اللي مع البارونة علشان تخلي الكلاب يجولها، وسحبين البارونة وراها، واول ما بتشوفها بتطلق الكلاب عليها عشان يعملوا فيها زي ما عملوا في امها. ولكن بمجرد ما الكلاب بتوصل لستيلا بتأمرهم انهم يقعدوا، وبيقعدوا فعلا جنبها لانها كانت قضت معاهم وقت كتير ساعه ما كانوا موجودين معاها في مستودعها. وبتقول ستيلا للبارونة انها جايه عشان تطردها بره القصر وتستولي هي عليه، وبتطلع المفتاح اللي كان في السلسله، وبتقول لها ان المفتاح ده فتح الصندوق اللي شهاده ميلادها موجوده فيه، وانها عرفت كل حاجه. وفي نفس الوقت بتكون الشرطه اللي كرويلا اتصلت بيهم قبل ما تيجي الحفله وصلوا، وبيكون جون وارتي بيطلبوا من كل الضيوف انهم ينضموا للبارونة في الجنينه وبيشوفوا اللي بيحصل. وبتطلب البارونة انها تحضن ستيلا لانها وحشتها، وبتقرب منها بالراحه، وما بتكونش عارفه ان كل ضيوفها بيراقبوها، وزي ما هو متوقع بتحدف البارونة بنتها من على السور عشان تموت. وبيكون كل الضيوف والشرطه شاهدين على جريمتها، علشان كده بتدخل السجن وبتتحبس بسبب فعلتها، ولان ستيلا هي اللي وقعت قدام الضيوف ما كانش ينفع تظهر تاني. وقبل ما الحفله تتم راحت ستيلا عشان تكتب كل ثروتها اللي هي ورثها من ابوها البارون، حسب شهاده الميلاد ما بتقول باسم صاحبتها كرويلا اللي اتعمل لها ورق رسمي باسمها. وبعد ما ستيلا اتحدفت من على حرف الجبل كان فستانها مجهز بمظله بسيطه عشان تمنع موتها، وبتظهر كرويلا في الحفله بعد ما بيتم انقاذها من البحر، وبيتم عمل جنازه بسيطه لستيلا اللي ماتت على ايد البارونة، وبتحضر جنازتها صديقتها كرويلا زي ما الاوراق بتقول، وبتستولى كرويلا على كل ممتلكات البارونة لان ستيلا كاتبه لها كل حاجه تملكها باسمها قبل موتها، وبكده بتكون كرويلا قدرت تحقق انتقامها وتستولي على كل ممتلكات البارونة. وبيكون كلب من كلاب كرويلا حامل، وبيتبعت كلب من الكلاب الصغيره الروجر، وبيكون كلب اسمه بونجو، والتاني انيتا، وبيكون كلبتها اسمها بيردي، ودول نفس اسماء كلاب وابطال فيلم 101 كلب اللي تقدر تشوف الملخص بتاعه من اللينك اللي في الديسكريبشن لو انت على اليوتيوب، واللينك اللي في اول كومنت لو انت على الفيسبوك. الفيديو ده كتبه يوسف ابراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود مجدي. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هاكونا ماتاتا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.